طيب السؤال ده بيقول لي ان الفولوينج اسمبلي كود ده بيبروسس تو اريز وبيبروديوس ان امبورتنت فاليو ان ريجستر في 0 انا بيحط حاجه في 0 مش عارفين ايه هي بس بيقول ان هي حاجه مهمه. افترض that each int array consists of 2500 words كل array فيها 2500 integer من 0 لحد 2499 وافترض ان البيز ادرس اوف ذا اريز ار ستورد ان اي 0 واي 1 تعال افترض كده ان اسيوم ان الاريز عباره عن array A وarray B وانا عارف ان الادرس بتاع A0 موجود في A0 والادرس بتاع array B اللي هو الادرس بتاع B of 0 يعني البيس بتاعه هو A1 حلو السايز this are stored in A2 A3 فانا عارف ان initially A2 بيساوي 2500 initially و A3 برضو بيساوي 2500 initially فهو زي redundant information كده بيقول لك add comments to the code and describe in one sentence what does this code or what this code does or what will be returned in V0 طيب انا عايز اعرف الكود ده بيعمل ايه والكود طويل شوية انا اللي يهمني اكتر من ان احنا نعرف الكود ده بيعمل ايه ان احنا ازاي نفكر في حاجة زي كده ازاي اصلا لو جالي حاجة زي كده كود جديد ازاي اعرف اتصرف ازاي انا بشوف اسهل الطريقة ان انا اول بس ابص على الكود من اوله لاخره كده واحاول اشوف كل ريجستر من الريجسترز المستخدمة دي تقريبا بتعمل ايه حتى لو مجرد احتمال فتعال نشوف كده واحدة واحدة اول حاجة بتحصل ان انا بخلي A0 بشيفت ليفت لوجيكال A0 مقدار 2 فبضرب A0 في 4 فالA0 دلوقتي بدل ما هو 2500 بقى فيه الA2S الA2 مش A0 A2 بقى 10000 والA3 برضو 10000 طيب انا كده بعمل ايه 10000 انا عارف ان هو كان الA2 والA3 كان جواهم السايز بتاع الاراي ان انتجرز فيها 2500 انتجر ضربته في 4 بقى جواه 10000 طب انا كده عملت ايه لو فكرت شويه هيلاحظ ان انا بقى جوايا السايز بتاع الاراي ان بايتس الاراي حجمها كام بايت بدل حجمها كام انتجر بغير الوحده بتاعتي هي جواها 10000 بايت اللي هم 2500 انتجر طيب حلو كده عرفت اول سطرين بيعملوا ايه فانا كده هكومنت هنا ان A2 بقى بيساوي 10000 و A3 بيساوي 10000 حلو بعد كده V0 بيساوي 0 V0 equal 0 و T0 equal 0 قبل ما اكمل احاول افك ابص كده بص على الكود واشوف ال V0 ده ايه دوره في الحياه هلاقي ان V0 بيتكرر هنا اهو موجود هنا وموجود فين تاني موجود هنا وبجمع عليه واحد كل شويه بجمع عليه واحد طيب الحاجه اللي انا بجمع عليها واحد كل شويه دي غالبا كاونتر فانا هكتب كده على جنب probably counter لسه مش متاكد بس هو probably some counter هو بيكاونت حاجه probably some counter حلو طيب قبل ما نكمل نبص كده على الكود هلاقي ان انا عندي هنا outer وinner فانا متخيل بشكل ما دي outer loop وinner loop ماشي فانا هحط كده في دماغي ان انا متخيل دي outer loop inner loop اللي هي كانها nested loop اللي هو 2 4 loops جوه بعض ماشي جايز يطلع صح جايز يطلع غلط بس في الاخر انا هحط ده افتراض وغالبا بيطلع صح ان هو من ديني اكيد من دي مش بيحاول يلخبطني قوي بالكلام يعني طيب التي 0 بيساوي 0 عايز اعرف برضو التي 0 ده ممكن يكون ايه دوره في العالم هبص كده بيتكرر فين تاني بيتكرر هنا فالتي 0 بيتجمع على حاجه بيتجمع على A0 والA0 دي انا عارف ان هي بيز خد بالك الA0 عباره عن بيز وانا بجمع التي 0 على A0 وبعدين بحط الكلام ده في سام سورت اوف register temporary register وبلود حاجه فكده بقى واضح من وبعد كده التي 0 هنا بيتكرر تاني و بجمع عليه 4 فالتي 0 فاريبل كل شويه بجمع عليه 4 وبجمعه على البيز فواضح ان ده هو الاوفست واضح بشكل واضح ان ده كده هو ايه اوفست بس بجمع عليه اربعات بدل ما اجمع عليه واحد واضرب في 4 زي ما كنت بعمل قبل كده بجمع عليه اربعات بشكل ايه بشكل مباشر فهاجي هنا اقول تي 0 طبعا ده فوت كومنتات كلها كومنتات واجي هنا اقول تي 0 equal 0 واكتب كده probably offset او displacement ماشي خلاص يبقى انا كده بقيت عارف كده عرفت كده منين عشان كل شويه بجمع عليه اربعه وبجمعه على البيز وبستخدم بستخدم مكانات الجمع ده في لود وورد طيب بعد كده تعال بص هنا تي 4
بجمع بيز على بيز على اوفست وبلود خلاص. فتي 4 دلوقتي بيساوي ايه؟ تي 4 هنا بيساوي ميموري اوف ده كده لو انا بتكلم كاسمبلي كود كبايت ادريسنج يعني هيبقى ميموري اوف اي 0 بلس تي 0 بس ده كسي كود هيبقى عباره عن A اوف تي 0 على 4 ليه؟ خد بالك التي 0 عمال اجمع عليها اربعات 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 ماشي؟ في السي انا بتجاهل البيز ولو عندي ده البايت رقم تي 0 فهو الانتجر رقم تي 0 على 4 البايت رقم 4 هو الانتجر رقم 1 البايت رقم 8 هو الانتجر رقم 2 يبقى ان جنرال ده بجيب A اوف تي 0 على 4 ممكن اعمل حاجه لطيفه لما اول ما لقيت كده ممكن اسيوم ليت اي ايكوالز تي 0 على 4 واجي هنا وانا بكتب كومنتات اقوم اعمل a اوف اي وانا عارف ان الاي ايكوال تي 0 على 4 بس وانا بحل لازم اعمل الاسامبشن عشان اللي بيصحح يكون مدرك انا بعمل ايه a اوف اي فالاي هو تي 0 على 4 فكل ما تي 0 يزيد 4 الاي بيزيد 1 صح ان هو لو تي 0 ب 0 الاي ب 0 تي 0 ب 4 الاي ب 1 تي 0 ب 8 الاي ب 2 فكاني كان لما بعمل تي 0 بلس ايكوال 4 في الاسامبلي بعمل اي بلس بلس في السي حلو فتي 4 ده بيساوي a اوف اي والاي بدأ من 0 1 2 3 فواضح ان تي 4 ده بياخد قيمه معينه من انتجر معين من اري اي بيعمل ليها حاجه بيعمل ايه مش عارف لسه ودي بدايه الاوتر لوب او جوه الاوتر لوب حلو بعد كده تي 1 اول مره يطلع ده تي 1 انا عايز اصغر الحاجات دي شويه تي 1 اول مره يجي تي 1 بيساوي 0 احاول برضه اعرف تي 1 ده بيعمل ايه في حياته ابص كده الاقي تي 1 هنا اهو بيتكرر هنا ويتجمع على البيز بتاع الري بي وهلاقي برضو تي 1 بيزيد 4 تحت عند السكيب يبقى اذا التي 1 واضح ان هو برضو اوفست اوف الري بي وبرضو بجمعه اربعات فممكن اقول هنا let j equals تي 1 على 4 حيث ان لما اعمل j بلس بلس التي 1 بيزيد 4 او تي 1 بيساوي 4 j يعني بص لها كده او بص لها كده حلو هنا بقول تي 3 في اللود وورد دي هتلاقيها فوق شويه تي 3 equals memory of انا بجمع اي 1 على تي 1 اي 1 بلس تي 1 بس الكلام ده بايت ادريسنج اللي هي بتساوي بي اوف جي صح اللي هي بي اوف تي 1 على 4 بس تي 1 على 4 انا هسميه جي فانا كده بجيب تي 3 بيساوي بي اوف جي فكده بشوف لو تي 3 مش بيساوي تي 4 بسكيب فلو تي 3 مش بيساوي تي 4 انا مش بزود الكاونتر انا افترضت ان بي 0 اصلا عباره عن كاونتر انا مدرك ان هو عباره عن كاونتر صح فبقول دلوقتي اف تي 3 اللي هي اصلا بي اوف جي يعني اف بي اوف جي هي تي 3 بي اوف جي لا يساوي تي 4 اللي هي A of I بقول كده ايه skip go to skip اللي هو ما تزودش counter go to skip لكن else else if B of J equal equal A of I زود الكاونتر اللي هو V0 يبقى V0 plus plus V0 هو الكاونتر ممكن طبعا اديله variable C ولا حاجه طيب انا كده الدنيا بقت توضح شويه بالنسبه لي صح خد بالك ان ده كده جوه inner loop تعال قبل ما نشوف الدنيا ايه اللي بيحصل جوه inner loop اهو بجمع كده ماشي وبعدين بعد ما ده يحصل بزود T1 plus equal 4 T1 ده اللي هو الـ J اللي هو corresponding للـ J لما زود T1 4 بزود الـ J 1 فانا كده بزود الاندكس بتاع الري بي يعني السطر ده كده بزود الاندكس بتاع الري بي وخد بالك ان انا بزود الاندكس بتاع الري بي سواء كان الاثنين دول بيساووا بعض او لا فانا كده كده بزود الاندكس بتاع الري بي كده بي اوف جي طبعا انا كاتب دي غلط بي اوف جي مش اللي انا عامله ده بس قشطه يعني بي اوف جي فبزود الاندكس بتاع الري جي وبشوف هل التي 1 ده
لسه مش بيساوي A3. A3 ده هو الفاينل سايز بتاع الري بي التوتال سايز. فانا عمال ازود ال J وحيد او ازود ال T1 اربعات ماشي، وكده بقارن ال T1 بال 10000 دي. مجددا كان ممكن اعمل العكس، كان ممكن ازود ال T1 اعتبر ال T1 بيساوي J وقارن ال T1 ب 2500 الاولانيين. فده ينفع وده ينفع، يا اما قارن ب 2500 الاولانيين ويبقى T1، يا اما اجمع اربعات وقارن باربعه في ال 2500 اللي هم 10000. فواضح ان انا كل شويه بجمع اربعه على T1 واقارن هل انا وصلت للليمت بتاع الاري بتاع الاري بي ولا لا؟ هل انا وصلت للسايز للتوتال سايز بتاع الاري بي ولا لا؟ لو لسه ما وصلتش هروح للانر لوب تاني. وانا زودت ال T1 فهلود الالم يعني كاني عملت J بلس بلس، وبعد كده الود B اوف J تاني. بعد كده ارجع تاني لو لسه ما وصلتش للاري هرجع للانر لوب هعمل J بلس بلس ولود الاليمنت تاني واقارن. في كل مره يعني واضح دلوقتي لو حد ادرك شويه ان انا باخد اليمنت واحد من الاري A A اوف I دلوقتي خلاص تي 4، تي 4 بيتغير ما بيتغيرش خالص في اللوب دي، يعني في خلال في الانر لوب دي التي 4 ما بيتغيرش، الاي اوف I ثابت. وبقارن نفس الاي اوف I ده بكل البي اوف J، يعني بقارن الاليمنت I من الاري A بكل الاري B. كل ما الاقي element من الاري B بيساوي A of I هزود الكاونتر. حلو؟ طيب بعد كده هنحاول كاندل T ونشوف لو مش واضح قوي برضو. بعد كده افرض بقى حصل التالي، افرض ان طلع T1 مش او طلع بيساوي A3، يعني انا قعدت كل شويه بجمع اربعات 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 لحد ما T1 بقى بيساوي 10000 فعلا. فلو T1 بيساوي كده مش هجامب للانر لوب، هعمل ايه؟ هجمع تي 0 على 4، تي 0 ده اللي هو الاي صح؟ يعني هعمل اي بلس بلس، يعني بعد ما اخلص لوبينج على الاري بي كلها هعمل واحده بس اي بلس بلس. ولو لسه الاي مش بيساوي ال 2500 او 4 اي اللي هو تي 0 بيساوي 4 اي مش بيساوي ال 10000 هرجع للاوتر لوب وهلود اليمنت جديد من الاري A. فكده عملت اي بلس بلس وبلود A of I، عملت I بلس بلس وبعمل بلود A of I تاني وبخلي T1 0 من الأول، يعني بخلي J equal 0 من الأول ولوب تاني على الأري B وأكرر نفسي ماشي؟ يبقى إذا واضح إن أنا لو عايز أحول ده لC كود هيبقى كالتالي، أنا كل بس عندي 2 loops for int I equal 0 I أصغر من N اللي هو السايز بتاع الأري A أو سميه سايز A I بلس بلس، بعرف تي فين التي اللي انا عرفته اللي انا بلوت فيه تي 4، تي 4 هو A of I، هقول ان تي 4 equals A of I وبحتفظ بده. فكده بعمل inner loop بقى وبلوب بيها على الجي كلها for int j equal. طبعا لو انت عايز ترانسليت الاسمبلي حرفيا هيبقى انت i equal 0 i اصغر من 4 size of a و i plus equal 4، تقدر تعمل كده عادي لو انت عايز ال i يكون correspondingly t 0 شخصيا، بس انا هنا بس انا مش فارق معايا، يعني هو اصلا كده كده السؤال مش عايزني احول الاسمبلي، ولو هو قايل لك كده حول الاسمبلي مش عايزني احول ل c، لو قايل لك حول ل c مش لازم تحوله حرفيا، المهم تعمل كود بيعمل نفس الفانكشناليتي على قد ما تقدر، يعني مش لازم تحدد تشوف بقى الاربعات والحاجات دي مش لازم تحوله بشكل حرفي. J equal 0 J أصغر من size بتاع الأري B اللي هو إيه؟ اللي هو 2500، و J plus plus نفس الكلام ممكن أقارن بأربعة 2500 وأعمل J plus equal 4 لو أنا عايز. دي الـ inner loop، خلينا نظبط الأقواس شوية خلي الراجل ده هنا، بقول هنا if B of J equal T4 اللي هو الفاريبل اسمه T4 ده لو بيساووا بعض خلي V0 بلس بلس. طبعا ده بيفترض ان انا معرف فوق int V0 مثلا هنا int counter اللي هو int V0 equal 0 و int T4 حاجات زي كده يعني. طيب V0 بلس بلس مش محتاج اعمل else هنا لان هو خلاص لو بيساووا بعض هزود الكاونتر else مش هعمل حاجه، فهو C by default بتعمل الكلام ده وده اللي بيحصل يعني. طيب ايه الكوانتيتي اللي تتحسب في V0؟ تقدر تقول كده ان V0 accumulates او counts
how many times an element of B was equal to an element of A. حسها كوانتيتي غريبة كده بس قشطة يعني. طيب طبعا مش بهندل الريبيتيشنز ولا حاجة، مفيش أي بريك في الكود. فمثلا لو قلت لك الأري A كانت كالتالي، كانت مثلا الأري A عبارة عن 2 5 3 مثلا 3 4 8 أو خليها نحط هنا كمان 3 تاني. الأري B كانت 2 2 5 3 3 مثلا. ايه اللي هيحصل في البي 0 في الاخر؟ تعال نشوف. اول حاجه انا بجيت A of I، بجيت الراجل ده، وكل ما وبعدي على الري بي كلها، وفي كل ما الاقي ماتشنج مع ده بزود الكاونتر. يبقى في اول اتريشن البي 0 في الاخر هيبقى بيساوي 2، لان انا دلوقتي ايه 2 ده بيساوي 2 و2، فهيبقى البي 0 بقى 1 بقى 2 هنا. بعد كده هلوب على A of 1 اللي هو الخمسه دي، هلاقي ان البي 0 بعدها، تعال نشيل دي خالص، البي 0 بعدها هيبقى ايه؟ هيتشال ويبقى 3، لان الخمسه دي بتساوي 5. بعد كده هلاقي 4، الاربعه مش متكرره تحت خالص، وبالتالي مش هزود الكاونتر. هلاقي 3 تاني، خد بالك انا لقيت 3 تاني. لا لحظه، ايه اللي عملته؟ لا لحظه، يعني 3 دي الاول، 3 دي الاول، هيبقى هنا هيزيد كمان 2، يبقى الفي 0 هيبقى ب 5. الاربعه مش متكرره تحت، مش موجوده تحت، فمش هزود حاجه. بعد كده لقيت 3 تاني. انا ما عنديش اي تشيك في الكود يشوف انا كنت مكرر ولا لا، ما عنديش اي تشيك ان الاري اوف اي ما تتكررش. فالثلاثه دي هت جيت كومبيرد وذ دول تاني، وهيبقى الفي 0 ب 7 ايفينشولي. فعلى المثال ده الفي 0 فاينلي هيبقى ايه؟ هيبقى ب 7. تمام.